للتاريخ للشعب المصري لن تنسى. انه ما تحاولوش تتدخلوا بينا احنا المصريين. قال ساعتها ايه؟ وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. بالظبط. واذا حرقتوا الكنائس احنا هنصلي في الجوامع. دي كانت يعني حاجه عظيمه، مقوله عظيمه، انه في النهايه الشعب المصري وقت الخطر ايد واحده. مصر تعلو اي توجه واي اتجاه، احنا مصريتنا اعلى عندنا من اي شعور اخر. دي صحيح. الحاجه الثانيه اللي اتكلمت بقى فيه نورهان، انه ايه الكواليس او الهبه كانت عايزه تعرفه، وايمان فيما يتعلق بالكواليس. تمام، احنا كان عندنا حاجه اسمها بطن الزير. بطن الزير ده بطن الزير المكان اللي كنا بنجتمع فيه، بنجتمع فيه وكنا بنطلع منه اسم الحركي. يعني اسم الحركي كنا بنسميه كده عشان ما يبقاش بس مستهدف، وعلشان يعني بنسبه كبيره ما يبقاش الموضوع في هم عارفين ان احنا فين وبنعمل ايه. ليه بقى؟ هم كانوا مستهدفين بشكل، احنا كان عندنا، احنا كنا 43 اللجنه المركزيه، انا كنت مسؤول اللجنه القانونيه. وعايزه اقول لكم ان في الوقت ده انا يعني كنت محاميه من قبلها بعشر سنين مثلا، ما شفتش حجم القبض على الشباب اللي شفته في الوقت ده. كنت تقريبا كل لجنه الحريات في نقابه المحامين ورابطه الدفاع عن متظاهري مصر كلنا كنا بنجري ورا الشباب في كل حته في الجمهوريه، من كتر ما كانوا بيقبضوا عليهم او حركه القبض العشوائي في كل حته، والتهديد والترهيب والوعيد. ايضا احنا ك 43 اعضاء الحركه المركزيه حطونا على قوائم الاغتيال، حلوا دمنا. اللي يشوفهم يقتلهم. محمود بدر اتحصر بيته، محمد عبد العزيز اتحصر بيته، انا اخويا اتخطف لمده اسبوع حتى اللحظه بيتعالج بالاعصاب وحاجات متعلقه بالمعده. كلنا كنا يعني محطوطين تحت فكره الخطر والارهاب والوعيد، اللي هيشوفنا هيخلص علينا او اهلنا هيتعرضوا لهذا الخطر. لكن الحقيقه ان احنا ده كان بيزيدنا كمان استهدافهم يا مها البطن الزير نفسه، بس ما عرفوش يوصلوا في الحقيقه استهدافهم للمكان اللي احنا كنا متواجدين فيه في وقت المظاهرات. الحقيقه ان انا افتكر يعني او لو انا بعمل ريفرش معاكم للمشهد ده تحديدا للسعاده، احنا كنا في انا فاكره كويس كان في شباك في هذه هذا المنزل، يعني كان بيتم تسليط اضواء بشكل كبير جدا عليه، ليزر وحاجات يعني العاب ناريه وحاجات شبه كده. فاحنا بدانا نشك ان هم عرفوا مكاننا. المكان ده كان قريب من قصر الاتحاديه، وبدانا ان احنا نوزع نفسنا ازاي انه ما يحصلش لا قدر الله اي خسائر، ولو وبدانا نحط خطط انه لو حصل اقتحام من قبل اعضاء الجماعه هنعمل ايه وهنروح فين. ده كانت حرب، دي كانت حرب، عايز بقى مسلسل او فيلم بديله. ربنا والله ربنا كريم.